لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل أفي الله شك. وهذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق. هذا معنى فطر، فطرها خلقها على غير مثال سابق. فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما على السماوات والأرض وعلى من فيهما، فإنها لا تحدث في نفسها شيئا وهي في ذاتها محدثة قطعا، لم تكن مولودة ثم وجدت، والكل يعلم أن الكون لم يكن بهذه المثابة ثم حدثت التغيرات فيه، فهو بالأصل كان قبل ذلك عدما، والناس يحتارون ويتفكرون كيف وجد هذا الكون بهذا النظام، انفجار عظيم، اجتماع كواكب مع بعضها غير ذلك. ولا شك أن القرآن قد دل على أن السماوات والأرض كانتا رتقا مجتمع الأجزاء، ففتقها الله عز وجل، فتق السماوات عن الأرض ثم فتق السماوات بعضها عن بعض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني متسقة مجتمعة الأجزاء ففتقناهما. وهذا مما يؤيد فكرة الانفجار الكبير الذي أدى إلى ظهور هذه الكواكب والنجوم وهذه المجرات والنظم السماوية والكواكب التي منها الأرض. شواهد الحدوث هذا أمر لا يشك فيه عاقل،
أن هذه الكائنات محدثة، وكذلك التسخير، فهي مسخرة بأمر لا ليس منها، جعلت لها قوانين لم تضعها هي، بل هي جمادات لا تملك شيئا. أعقل من في السماوات، أعقل من في الأرض وفي هذا الكون المشهود، أعقل المشهودين هو الإنسان، وهو بالقطع لم يضع تلك القوانين، بل ظل مدة طويلة حتى يكتشف وجود هذه القوانين والضوابط والارتباط بين أجزاء الكون، وضبط مسير السماء الشمس والقمر والنجوم والأرض وسائر الأشياء. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول: فلا بد لهما من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه وملكه. أفي الله شك، يبقى المعنى الأول أفي ولود الله شك. المعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع المولودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره. من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى، مقرة بالصانع يعني بالخالق، بوجود الرب المكون الذي صنع هذا الكون. هذا القول الثاني أظهر، ثم هو متضمن للأول. فإن إفراد الله بالألوهية يستلزم إفراده بالربوبية، أو يتضمنه في الحقيقة، إفراده بالربوبية يستلزم إفراده بالإلهية، وإفراده بالإلهية بأنه الذي يعبد يتضمن أنه وحده الخالق. ويزيد على معنى إثبات الوجود أن هذا الكون مع هذا الإتقان وهذه الحكمة البالغة يستحيل أن يكون خلق عبثا، وأن يكون بلا حكمة ولا غاية، وأن الذي أتقنه غاية الإتقان لا بد أن يكون له يعني حكمة من وراء خلقه، فلا بد من البحث عن ذلك. وهذه الحكمة هي العبادة، والعبادة لا بد فيها من معرفة أوامر ونواهي، وهذه لا بد فيها من الرسل، وهذه الحكمة والغاية من خلق السماوات والأرض لا بد فيها من جزاء وثواب وعقاب. كل هذا ضمن قضية توحيد الألوهية، أن هذا كله لا يمكن أن يتم. كيف يكون جزاء من عبده، وكيف يكون جزاء من كفر وأشرك به وأبى أن يعبده؟ لابد من جزاء، لابد من يوم آخر. كيف نعرف العبادة؟ لابد من الرسل. كيف يصل الخبر إلى الرسل؟ لابد من رسل من الملائكة. وكل هذا مستلزم أو متضمن في قضية توحيد الألوهية. ففي الله شك، أفي وحدانية الله واستحقاقه العبادة دون ما سواه شك. أكثر الأمم يقرون بوجود الخالق، وقل من ينازع في ذلك كفرعون المجرم وكالنمرود، لكن الأغلب الأعم يقرون، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. منذ قديم الزمان والبشرية تعبد آلهة متعددة، لكن وجود الإله أمر مستقر، وجود خالق ومدبر، ولكن كثير منهم يجعل ذلك متعددا، فيجعل إلها للسماء، إلها للخصب، إلها للحب، إلها للقتال، إلها للعدل، إلها للآخرة، آلهة متعددة. اليونان، الرومان، الفراعنة، الهنود، عامة الأمم يقرون بوجود خالق ويجعلون له أندادا في العبادة. والعرب الذين قص الله عز وجل هذا القصص عليهم من أجل أن يلزمهم بأن
يعني بعبادة الله وحده لا شريك له، فالأقرب أن يكون السياق قريبا من ذلك، أن يكون سياق الآيات التي يخاطبون بها يؤدي إلى ما يلزمهم من إفراد الله بالعبادة وليس فقط إثبات وجود الله، مع أن هذا المطلب متحقق في دعوة الناس إلى العبادة، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك قضية مقاومة الإلحاد ليس فقط تبنى على إثبات وجود الله، بل لابد من اتباع ذلك او يعني تلازم يعني ذلك مع قضية عبادة الله وحده لا شريك له، وإلا لم ينفعهم ان يقروا بوجود الله وهم لا يعبدونه. يعني الأوروبيين كثير منهم جدا يؤمن بوجود خالق ويقتربون من عقيدة الفلاسفة القديمة في إثبات واجب الوجود، وإن كان لا ذات له ولا اسم ولا صفة ولا أمر ولا نهي ولا إدراك للعالم على التفصيل ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب ولا رسالة ولا تشريع. حقيقة الأمر أن يعني عامة أهل أوروبا وأمريكا يقرون بخالق لا دخل له بالعالم، ولا يدينون لا بيهودية ولا نصرانية في باب التشريع والأمر والنهي والجزاء، لا يفكرون فيما بعد الموت، بالكاد يقرون بوجود خالق. هذا لا ينفعهم، لا ينفع أحد. البعض يفتكر أن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، وليس هذا هو الإيمان. كان يبقى يعني أبو جهل وأمثاله اللي بيقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أبو الرسول صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب كان مسمي ابنه إيه؟ عبد الله. يعني الناس يعرفون الله عز وجل كخالق لهذا الكون بل ومدبر له. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني بيثبتوا أفعال لله سبحانه. بل كانوا يعبدونه ولكن يعبدون معه غيره. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. يثبتون الملك ولكن يجعلون هؤلاء الشركاء شفعاء عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الذين قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القضية التي كانت منتشرة غاية الانتشار هو الشرك وليس الإلحاد بالمعنى المعاصر، وليس إنكار وجود الله. قال وقالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول، في الحقيقة بعد عجزهم من المجادلة في المقام الأول، يعني الطعن في الوحدانية دائما سريعا ما ينهار ويظهر عجز من يجادل في وحدانية الله، فينتقل سريعا إلى أنني أقر بذلك أو يهرب من الإقرار ولكن يريد البحث عن موضوع آخر، وهو لماذا أنتم رسل؟ الطعن في مقام الرسالة. وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة، فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. في دعوة الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض احتجاج بتوحيد الربوبية وآثاره في الكون على توحيد الألوهية، هذه الحجة العقلية التي يقبلها كل عاقل على إثبات توحيد الربوبية والألوهية معا، يتبعها
الترغيب، يدعوكم ليغفر لكم، الله الذي يدعوكم ليغفر لكم، ففيه إثبات رحمة الله بعباده وسعة مغفرته وتحبيب الناس إلى ربهم عز وجل، مع كونه متضمن لترهيب. ذلك أن وجود الذنوب وإثبات الذنوب يغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، إثبات أن الذنوب دي تضر، فهو ترغيب متضمن لترهيب، تخويف لله عز وجل، ويؤخركم إلى أجل مسمى. الترغيب في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ولكن ذكر أمر الآخرة دائما مقدم، كما قال ذو القرنين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ترهيب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. لما ذكر أمر الجزاء الأخروي أولا، ثم ذكر إيه؟ وسنقول له من أمرنا يسر. وهنا قالوا يغفر لكم من ذنوبكم، ثم ذكر المتاع الدنيوي، وكذا قال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى الأمر الأول وهو أن يغفر الله لكم، إنه كان غفارا، هذا مغفرة الذنوب أمر أخروي، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، النفع الدنيوي. قد يسأل سائل ويقول: كيف يؤخرهم الله وقد قال عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ فكيف يقول هنا ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ فهل هناك أجل يقع وهناك أجل مسمى آخر يمكن التأجيل والتأخير إليه؟ نقول: في علم الله عز وجل أجل واحد، وفي اللوح المحفوظ أجل واحد، ولكن فيما لم يكن لو كان ويمكن أن يكون فيما علمته الملائكة أن الآجال بأسباب، وهي في علم الله الأول بأسباب، لكن بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يأخذوا بهذه الأسباب، أو الذي وقع ماذا كان يمكن أن يكون لو أخذوا بأسباب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في أثره، يعني ينسأ يعني يؤخر له في أثره، أجله ممكن يمتد. طب هما بيرغبوهم بإيه هنا؟ إن أنتم لو آمنتم واستجبتم لدعوة الله أخرتم إلى أجل معلوم عند الله. معنى ذلك ان هم اذ لم يؤمنوا قصمهم الله واخذهم سبحانه وتعالى. في علم الله اجلهم هكذا بسبب كفرهم. طب لو كانوا امنوا هذا لم يقع، مش كده؟ كيف يكون؟ كانت طالت اعمارهم وتمتعوا. اذا هذا الاجل الذي وقع مقدر بما اعطاهم الله اولا، وبسبب كفرهم قصمت أعمارهم ولم يبارك لهم فيها، ولم تمتد أكثر من ذلك لما سبق من لما حدث من كفرهم. وكذلك نقول في من بر والديه ووصل رحمه، لو كان لم يصل رحمه ولم يبر والديه لكان عمره أقل من ذلك. إذن هذا التأخير نسبي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. وكذا أن يعجل الله لهم العذاب بسبب كفرهم وبسبب عتوهم على ربهم، فهذا تعجيل نسبي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يكفروا. إذن الأعمار والآجال هي مسمات عند الله، ولكن لها أسباب، كما أن الرزق مكتوب
ومقدر عند الله وله أسباب. يبقى أنت تقولي بقى والله أنا لو ما اشتغلتش هيجيني رزقي ولو اشتغلت هيجيني رزقي. نقول له ما أنت رزقك مكتوب بشغلك. أنت مش عارفك إيه اللي مكتوب. محدش يعرف إيه اللي مكتوب إلا لما يحصل. فأنت من قبليها تترك العمل الذي وجب عليك أو الذي شرع لك أو الذي أبيح لك ثم تزعم أن ذلك مقدر. إذن لماذا لما عطشت مددت يدك إلى الكوب الماء؟ هو مش لو ربنا كاتب إنك تروى الماء هتجيلك؟ هو ربنا أنزلها من السماء بس أنت بتروح تاخد كوباية وتشرب. طب اللقمة لماذا لم تعتمد على أنها ستطير من الطبق وتدخل فمك؟ طب أنت لما دخلت جوه الفم ما ضغطها ليه؟ لذلك لابد أن يتناقض من ينفي الأسباب. طب الفايدة ايه بقى ان احنا نعرف ان الاجال بالاسباب والارزاق بالاسباب؟ ان نأخذ بالاسباب المشروعة ونترك الاسباب المحرمة ونعلم ان الامور كلها بقدر الله. يبقى الثمرة في ذلك ثمرة عملية ايمانية يؤخركم الى اجل مسمى. لو اخرتم بالايمان فلأجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. إن لم تفعلوا عذبكم الله في الدنيا بأجل آخر مسمى عند الله سبحانه وتعالى إلى أجل آخر مسمى عنده سبحانه وتعالى. هو في علم الله وفي اللوح المحفوظ مقرر بأسبابه محدد بأسبابه لا يحتمل محوا ولا إثبات. أما في ما تكتبه الملائكة وفي التقدير اليومي والسنوي فإن الله عز وجل قد قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. ونفس المعنى ده ذكر سيدنا نوح عليه السلام كما ذكره الله عز وجل في سورة نوح. قال سبحانه وتعالى إن أرسلنا نوح إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. طب إزاي يؤخركم ولا يؤخر؟ ما هي زي ما اتفقنا تأخير نسبي أو عدم تأخير نسبي أو تعجيل نسبي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. وهو في علم الله شيء واحد. أعمار قوم نوح انتهت مع الطوفان. لو كانوا آمنوا بنوح لم تدت أعمارهم إلى أجل آخر مسمى عند الله. الذين وصلوا أرحامهم وبروا والديهم طالت أعمارهم بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك منهم. قالت لهم رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. أول شبهة تبين بها الحسد الذي أكل قلوب القوم. هي المشكلة الحقيقية في هذه المسألة مسألة وأنية فطرية طبعا يعني عقلية يقر بها كل أحد وحدانية الله. المشكلة عندهم في قضية لماذا أنتم رسل؟ الحسد الكبر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أأنزل الذكر عليه من بيننا؟ كل الأمم بتتواصى كأنها تتواصى. الحقيقة هي لماذا اختير هؤلاء؟ أول جريمة ارتكبت في الأرض كانت بسبب اشمعنى؟ بسبب ايه؟ لأقتلنك. لماذا قبل الله منك ولم يقبل مني أنا؟ ثم تدور في نفسك أنت السبب. هم ناس ليسوا أهلا للرسالة. وإذا جاءتهم آية قال الذين قالوا لن نؤمن. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني من الآيات جت والمعجزات ظهرت ولكن المشكلة إيه؟ إحنا عايزين كما قال أبو جهل كنا وبني هاشم كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا و
اعتقوا فاعتقنا حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وانى لنا بنبي والله لا نؤمن به ابدا ولا يعوذ بالله. ها وسقايا بس كلها عشان الفخر. قضيه لمن تكون الرياسه ازاي تبقى انتوا فوقينا؟ فرعون نفس المشكله، مشكلته مع سيدنا موسى. ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مش انا اللي اولى بذلك؟ يا قوم اليس لي ملك مصر؟ نادى فرعون في قومه، عمال يقول لهم فرجهم شوفهم، وبعدين مش شايفهم شايفين كويس، عشان كده بيقول لهم افلا تبصرون؟ يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري تحتي، افلا تبصرون؟ ما قال لهمش ابصروا، هو حاسس ان مش شايفينها كويس، هو عايزهم يشوفوها كويس عشان يشوفوا الفلوس كويس والاموال كويس والملك كويس. علشان ايه؟ عشان يقارنوا مع سيدنا موسى. ايه؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب. الله، هو ايه العلاقة بين الذهب وبين الحق؟ سبحان الله. او جاء معه الملائكة مقترنين، وانت مقر بوجود الملائكة اصلا، ولكن اي حاجة. ها؟ ولم يؤت سعة من المال، موضوع الفلوس ده. والمشركين ايضا يطلبون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فلا ولقد نعلم انك ولقد نعلم لا 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 في سورة هود، سورة هود، سورة هود، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. لا في سورة هود، فلولا ألقي عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. طب الحق إيه دخله بأنه مع فلوس أنه يلقى إليه كنز؟ إيه الحق فيه؟ ماذا ما علاقة هذا بالحجة؟ الحسد، الكبر، حب الرياسة، إن أنتم إلا بشر مثلنا. الموضوع ده متكرر في البشرية قدمها، يعني منذ هو أصلا إبليس سبب كفره ليه؟ الحسد، الحسد لسيدنا آدم عليه السلام. مش معنى سيدنا آدم أنا خير منه، تكبر على أمر الله عز وجل. وسبحان الله إن الأمر بيبدأ المقارنة في ذلك، ولو وصل إلى الكفر يكفر، مستعد يكفر. علشان ايه؟ علشان اشمعنى يتفضل علينا؟ والعياذ بالله. في ناس ممكن تبقى كده، تبقى قضيه الايمان محتمله بس بشرط ما حدش ينازعني الملك والرئاسه. يبدا نزاع الملك والرئاسه قد تتطلب دماء، ماشي، فلوس، ماشي، قد تتطلب بعد ذلك ايه؟ كفرا. في كتير قوي هم بقى اللي ربنا قص علينا قوم نوح وعاد وثمود، قالوا ايه؟ ماشي نكفر، كفار قريش. اللي يبقى دينه مع حب الجاه والرئاسة ولو جزء من الدين يعني سبحان الله. لكن هذا مهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن أنتم إلا بشر مثلنا. تاني حجة إيه؟ تاني شبهة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. مخالفة العادات والتقاليد، مخالفة ما عليه الآباء والأجداد. طلعنا الناس لقينا كده جايين تغيروا، هتغيروا الكون ولا إيه؟ ما طلعنا طول عمرنا نقول الكلام ده، نلاقي الكلام ده. هذه أقوى حجة، شبهة عند المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مقتدون. أكبر مشكلة تغيير العادات الاجتماعية، تغيير العقائد اللي الموروثة. وسبحان الله، عقائد يستحيل أن تقبل، ومع ذلك أكثر العالم يقبلون ذلك، يقبلون ذلك من غير عقل. عبادة البقر، عبادة الصلبان، الصليب ده كان المفروض يبقى اكثر حاجه مهانه عند النصارى، مش كده؟ لان هو اللي اتصلب عليه الايه؟
الاله ده لو حتى النبي يبقى الصليب ده حاجه ايه؟ وحشه مكروهه. طب بتعبدوا الصليب ازاي؟ وبعدين العقيده العجيبه دي عقيده متناقضه في قمه التناقض، ان خالق الكون يهان ويذل ويموت قتلا على ايدي اعدائه، وبعدين تقول ان هو ضابط الكون وخالق الكل وضابط ما يرى وما لا يرى. ايه العجب ده؟ والله العظيم حاجه في منتهى العجب انها عقيده تبقى بهذه الطريقه تقبل، وملايين البشر يعيشوا عليها اجيال ويقتلوا عليها من خالفهم ويتنازعوا فيها فيما بينهم، بس حاجه مش معقوله، حاجه غير مقبوله. طب ربنا يريد ان يغفر للبشر كده عشان يغفر لهم، يغفر لهم يرتكبوا جريمه؟ عشان يغفر لهم يرتكبوا جريمه؟ جريمه فظيعه ان يقتلوا رسوله، بل يقتلوه ابنه، بل يقتلوه هو شخصيا. طب والكون اتدبر ازاي وهو 3 ايام ميت؟ واسلم الروح لمين؟ وكان بيصرخ لمين وهو على الصليب بيقول له إلوي إلوي لما شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني؟ لا، كان بيخاطب رب مش كده؟ المصلوب ده بيخاطب إله مش كده؟ وبيقول له انت سبتني، وانتوا بتعتقدوا ان هو لازق الاقانيم مع بعضها عمرها ما تنفك. لم يكن هناك زمان فيه انفصال للاقانيم عن بعضها، الثلاثه واحد والواحد ثلاثة. ويستحيل ان حد لو اعتقد ان في وقت انفصلت الاقانيم عن بعضها يبقى ايه؟ طب هو بيقول بالنص كده انت ايه؟ سبتني تركتني، اذا لا يستحيل يكون هو المسيح فضلا ان يكون هو ايه؟ الاله. عقيده يعني مش محتمله. عقيده اليهود متعصبه شيء التعصب، البشريه ليس لها قيمه الا احنا بس 6 مليون دول، ومحدش يخش فينا ولا حد يخرج منا، وممنوع الامم الثانيه تتهود، لازم يتولد يهودي لام يهوديه. طب وايه اللي انتوا عملتوه في الدنيا وفي العالم؟ والبشريه دي مطلوب منها ايه؟ مطلوب تبقى عبيده عندنا. ايه ده؟ حاجه عقيده فعلا متعصبه لجهل وشعب من الشعوب الظالمه المعتديه الباغيه والحاسده لغيرها، والمهم انها عاشت معظم تاريخها مضطهده مغلوبه مقهوره. يبقى فين الاصطفاء والاختيار ده؟ سبحان الله، ربنا امتلانا بيهم في زماننا بس، اما عبر الزمان هم ايه؟ مقهورين، ضربت عليهم الذله والمسكنه، لكن ربنا ابتلى الامه الاسلاميه ان هي اللي تاخد دور المسكنه في زماننا. ولا حول ولا قوه الا بالله بسبب الذنوب والمعاصي. طب اما الديانات الثانيه بقى تلاقي من يعبد الشيطان. العالم كله النهارده فرحان باليزيديين، فرحان بان هم خدوا طرهم من الـ من الـ من داعش. عبدة الشيطان، رؤساء الدول بيستقبلوا البت اياها دي عندنا هنا استقبال. انا اشك ان هم طبعا ممكن الناس مش فاهمه يعني ايه، يعني اقول لك طائف من الطائف خلاص، ولا حد عارف ايه، ولا حد عارف ايه دول، ولكن دول عبدة الشيطان، يعني ناس بتعبد الشيطان. يعني اقول لك اصلها اصلا الامتناع من لعن يزيد. شوف العقاب بتتطور ازاي، حاجه عجيبه والله. اول حاجه الناس لما يزيد عمل بعد قتل الحسين وبعد واقعة الحرة، فبدأت الناس تلعن ايه؟ يزيد. في ناس قالوا لا محدش يلعن يزيد. تطور الحال بعد كده ان محدش يلعن حد. تطور الحال بعد كده محدش يلعن حتى الشيطان. تطور بعد كده ان ربنا طيب فمش لازم نعبده، والشيطان هو اللي هيأذينا فاحنا ايه؟ نعبده. والعياذ بالله. على فكرة الفكرة دي موجودة عند يابانيين وصينيين كتير قوي، واخوة يعني راحوا هناك في البلد دي وهم اللي قالوا لهم كده، قالت لك ربنا مش هيأذينا لكن الشيطان هو اللي بيقرفنا، فاحنا نعبدهم عشان ايه؟ عشان ما يقرفناش، والعياذ بالله. ده حاجة عجيبة جدا والله، والله العظيم ما فيش الا التقليد الاعمى. ربنا يعني اخي بيحكي لي مرة قاعد يتكلم مع واحد صيني، قال له مين اللي خلقك؟ ابويا وامي. قالوا طب وهم مين اللي خلقهم؟ امهم ابوهم. طب هم ازاي؟ ما انت ابنك انت خلقته. انا مش عايز افكر في الموضوع ده، مش عايز افكر في الموضوع. طب انت عملت ايه في ابنك؟ طب ما انت خلفت، انت تزوجت مراتك ولا ما تزوجتهاش ولا اي حاجه، وبعدين حملت حتى من غير ايه؟
هي بتحمل ده بيدوخوا على بال ما يحملوا اللي كانوا عايزين يحملهم، وبيحملوا غصب عنهم لما يكونوا مش عايزين، مش كده؟ وحملت عملت هي رايحه جايه، وايه اللي بيتحصل جوه؟ سمع وبصر وحركه وايد ورجل وقلب واجهزه جهاز بولي وتناسلي وبصري وسمع ومخ واعصاب ودوري وقلب وشرايين واورده. حد فينا يجرؤ ان يقول انا بعمل حاجه لاولادي في الكلام ده؟ ده هو جوه طب الكلام ده، طب الناس بتفكر ازاي؟ طب ايه يعني انتوا بتعملوا بتقولوا ايه؟ عقيده الالحاد نفسها عقيده متناقضه شديده التناقض بتاعت التطور دي اللي عمالين يفرضوها على الدنيا كلها، عقيده متناقضه. شيخ العمود سبحان الله، حطينا في شيخ العمود ده، الراجل بيقول لك احنا ما بنقولش بالتطور اللي بيخالف الدين. لا ما انت بتقول ايه؟ طيب ما انا عايزين يعني هو في التطور يعني ما بيخالفش الدين؟ اللي بيقول ان الانسان ما اتخلقش انسان ده ما يخالفش الدين؟ حاجه عجيبه جدا بقى. النسانيس بقى وعباده القرود وعباده الصراصير والفيران وعباده فرج المراه، انت لو تدور على النت هتلاقي معلومات كتيره، ومش من النت بقى، من اللي راح الناس اللي راحت شافت الشعوب دي ازاي كده. عباده الاصنام نفسها حاجه غير محتمله، ازاي الناس تعبد صنم هي اللي نحتاج؟ اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ايه المشكله؟ تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا، اترغب عن مله عبد المطلب؟ مفيش حجه يا عمي، قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله، مفيش حجه. اترغب عن مله عبد المطلب؟ هتسيب مله ابوك؟ كل الاجيال بتورث الدين للي بعديها مهما كان التناقض، مهما كان وضوح الباطل. ليه؟ علشان الكلمة دي، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. محاولة بقى تانية أخيرة عشان يبقى فيه مسحة عقل، فأتونا بسلطان مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. لا جات يا فرج، لو جئتك بشيء مبين. هو كان اضطر تحت الضربات فرعون، تحت الضربات المعنوية الشديدة اللي بدأت تهز مشاعر أتباعه، إنه يستعمل البطش، والبطش ده شكله وحش. قال اتخذت إلهنا غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. حاجة يبقى له يعني منفذ عشان يدور. هو قاعد يخلي الناس تبني صرح طويل عشان يبقى شكله إيه؟ يبحث عن الحق، عشان ما يبقاش شكله رد الباطل، مع ان الناس شافت قدام عينيها السحر امنوا والحجه بتاعتكم فشلت، الشبهه بقى اضمحلت وانتم مفيش فايده. ومع ذلك بيقول ابني لي صرحا لعلي قبل، عشان يبان ان هو بيبحث عن الحق، وان الناس تقعد سنين تبني الصرح ويطلع فوق بعد كده يقول دورت وما لقيتوش حاجه مش محفوظه. سبحان الله، طلب المعجزات، مع ان اللي انت بتشوفه والله كل يوم من خلق الانسان ومن شروق الشمس وغروبها معجزات اكتر من اللي انت ايه؟ من اللي انت بتطلبها. والله العظيم فعلا هذا الامر اعظم، يعني خلق الانسان ده من اعجب ما يمكن، ويتكون كل يوم مثلا يعني مثلا مئات الالوف، معجزة كل يوم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أقول قولي هذا الأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.